السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنخش المطبخ نعمل الكيك بتاع البرتقال ده حبايبي، حاجة كده جميلة وحاجة روعة ان شاء الله تعجبكم. طول ما البرتقال موجود في السوق نستغل البرتقال حبايب قلبي وندخله كده هو في المعجنات، بيدي طعم جميل جدا ومنه فايدة حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ما تنسوش ادعوني دعوه حلوه وتحطوا لي اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يشترك لو الفيديو عجبكم، حط اعملوا له شير. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. طبعا البرتقال موجود في السوق، فاحنا نستغل الموسم البرتقال حبايبي بان احنا نعمل حاجه حلوه نتعشى بيها بقى، نفطر بيها جنب كوبايه شاي جنب كوبايه لبن، بسم الله ما شاء الله بتبقى حاجه جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. هنعمل ايه حبايب قلبي النهارده؟ هنعمل كيكه البرتقال. مكوناتها ايه حبايب قلبي؟ هنا انا حطيت في العجان 4 معالق كبار سمنه، ومعاهم بيضتين لقيتهم هم دول اللي موجودين عندي، فهنعمل بيهم ان شاء الله مش هنقف على حاجه تمام كده. ومعاهم الفانيليا حبايب قلبي كده، دي المكونات اللي احنا حطيناها تمام. معايا النخله كوبايه ونص دي بالكوبايه المعياريه دي، وعليها باكو بيكنج باودر وذره ملح تمام. هنا دي كوبايه الا ربع سكر، هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهنفضيها في العجان مع ايه؟ مع الحاجات المواد السائله دي ماشي. ومعايا مج عصير برتقال، انا عصير حبيبي من غير ميه، انا اخده العصير بتاع البرتقال صافي تمام كده. ان شاء الله باذن الله هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نشغل على المكونات دي عشان انا عايزاها تندمج تمام مع بعض كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، بس بنبدا الاول على الهادي كده زي ما احنا متفقين ومتعودين مع بعض، وبعد كده هعليه بسرعه عشان ايه يندمجوا مع بعض. خليكم معايا. بص حبايبي تنيت اضرب فيهم مع البيض لحد ما ايه ما بقى بالقوام ده، احنا عايزين القوام دوت تمام كده. هننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمي كده وهننزل بالدقيق كله كميه الدقيق تمام. خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي نزلت الدقيق، هننزل بقى بنص كوبايه العصير البرتقال، وهنشغل على الهادي كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللي هو لحد ما احس ان الدقيق بنشتغل الاول زي ما احنا متفقين على الهادي تمام يا حبايبي، لحد بس ما احس ان الدقيق خلاص اختلط بقى تمام مع الحاجه ومش هيطير علينا ويبهدل لنا الدنيا، نبدا نكمل بقيه المكونات تمام كده حبايب قلبي. خليكم معايا. بص حبايبي هو ده القوام اللي احنا عايزينه بتاع الكيك تمام كده، شايفين حبايب قلبي ولا تقيل ولا خفيف تمام كده. ان شاء الله هفضيها بس في الصينيه واوريها لكم، خليكم معايا. بص حبايبي كده انا فضيتها، ان شاء الله هندخلها الفرن، انا مولعه الفرن تسخن بس حبايبي الفرن وهندخلها فيها، ولما تطلع باذن الله هوريها لكم. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو ينول اعجابكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. بمناسبه البرتقال حبايبي العصير احنا ما خدناش المج كله، يعتبر خدنا 3/4 تمام كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا حبايبي، تطلع من الفرن اوريها لكم. حبايبي رجعت معاكم بعد ما طلعت من الفرن، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايبي شايفين طريقه ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. جربوها حبايبي بالطريقه بتاعتي دي وان شاء الله تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. تنسوش ادعوا لي دعوه حلوه، ما تنسوش صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.